السؤال ده يا جماعة ما تسألهوش لحد أمريكي، لأنك لو سألته هيضيعك، يعني مش هيبقى عارف الإجابة الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد شاد وفيديو جديد سريع عن أسئلة الهجرة. واحد عندك صاحبك أمريكاني وبيقول لك على حاجة في قوانين الهجرة الأمريكانية وهي بتبقى غلط. إزاي يا جماعة ده أمريكاني هو قال لي كذا؟ ما هو هديك مثال بسيط. أنت دلوقتي مصري أو خليجي أو سعودي أو أي عايش في أي دولة عربية، هل أنت عندك فكرة عن قوانين الهجرة لبلدك؟ انت مولود في البلد، عندك حق العمل فيها، عندك كل حقوقك كمواطن. ما بيجيش في دماغك اساسا يعني ايه قوانين هجرة في بلدي انا، لكن غالبا هتلاقي في حاجات في قوانين الهجرة في بلدك انت ما عندكش اي فكرة عنها، وممكن يكون عندك تصورات في دماغك وهي خاطئة لانك انت مواطن في البلد. ما الهجرة دي مش شغلة بالك اساسا. نفس الحاجة هنا في امريكا، معظم الامريكان ليس عندهم ايه ادنى فكرة عن قانون الهجرة الامريكي بيشتغل ازاي، الا بقى لو محامي هجرة او حد من القلائل اللي عنده معلومات عن الموضوع. لكن عموما ما تاخدش معلومات الهجرة من امريكاني. طبعا مش كل المهاجرين برضو عندهم فكرة، لكن على الاقل المهاجر عنده فكرة عن الطريقة اللي هو هاجر بيها، فيقدر يفيدك في الطريقة اللي هو شخصيا هاجر بيها، مش كل الطرق برضو. فده بس للناس اللي ساعات بيبقى عندهم اصدقاء امريكاني يقولوا لهم معلومات غلط. مش ذنبهم ان هم مش عارفين، لكن الواقع بيقول ان هم فعلا مش فاهمين قوانين الهجرة في بلدهم. ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.